ما معنى www الموجودة في مواقع الإنترنت؟ معظم مواقع الإنترنت تبدأ بكلمة www مثل موقع جوجل مثلا www.google.com وغيره من المواقع، بالرغم من أن بعض المواقع يمكن الدخول إليها بدون www، وهو عبارة عن نطاق فرعي سيبدومين على نفس اسم الموقع الأساسي المعروف باسم دومين. وفي هذا الفيديو سنشرح بالتفصيل معنى وأصل كلمة إنترنت، ولماذا يتم وضع كلمة www في بداية اسم الموقع. الإنترنت هي شبكة عالمية عملاقة تربط شبكات الكمبيوتر والاتصالات الموجودة في جميع دول العالم ببعضها، مما ينتج شبكة واحدة ضخمة تربط العالم ببعضه تسمى الإنترنت. ولا يقتصر استخدام هذه الشبكة على المواقع الإلكترونية فقط، بل يشمل أيضا بروتوكول نقل ومشاركة الملفات، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني إيميل وبرامج المحادثة مثل واتساب، كلها تستخدم شبكة الإنترنت. أما عن معنى كلمة إنترنت نفسها، فهي كلمة إنجليزية مكونة من جزئين، إنتر ونت. كلمة نت متفق عليها أنها اختصار لكلمة نتورك، نعم، بمعنى شبكة. أما إنتر فيعتقد البعض أنها ترمز إلى كلمة إنترناشونال بمعنى الدولية، مما يجعل الإنترنت تعني الشبكة الدولية. ولكن هذا قد يكون غير صحيح، لأن الإنترنت وقت تسميته في البداية لم يكن أحد يعرف أنه سيتطور ليصل إلى المستوى الدولي الموجود الآن. لذلك كلمة إنتر تكون تعني أيضا بين، ويكون معنى الإنترنت الأصلي الذي تمت التسمية عليه في الثمانينيات من القرن الماضي هو الربط بين الشبكات. كلمة www هي حروف مختصرة لجملة World Wide Web بمعنى الشبكة العالمية الواسعة، وتعني الإنترنت الذي نستخدمه الآن، الذي يتكون من شبكة عالمية عملاقة تربط صفحات المواقع ببعضها، وتكون الصفحات مكتوبة بلغة HTML التي تسمح بعرضها في المتصفح، وهي لغة برمجة وعرض لمواقع الإنترنت للمستخدم. لكن www هي مجرد جزء من الإنترنت، حيث أن The World Wide Web هو نظام ظهر في سنة 1989 سمح بوجود مواقع الإنترنت التي نتصفحها الآن، حيث يعتمد هذا النظام على لغة HTML وربط الصفحات المكتوبة بهذه اللغة ببعضها، وذلك باستخدام شبكة الإنترنت. لذلك يتم وضع www في بداية اسم كل موقع لكي يرمز لذلك إلى أن هذه الصفحة تستخدم نظام World Wide Web ويمكن عرضها على المتصفح الخاص بالأجهزة.